هاي. مهرجان هولي هو نشاط سنوي ربيعي مشهور بالهند ومعروف باسم مهرجان الألوان، بيتراشق فيه الناس بالمي والبودرة الملونة، والهدف منه التجمع والتخلص من المشاكل والمتاعب. اسم هولي مشتق من هوليكا، اخت الملك الشرير هيرانياكاشياب يلي بحسب الأسطورة حرقها مع ابنه برهلاد يلي خالف أوامره وعبد أحد الإلهة الهندوسية. وبتقول الأسطورة إنه هوليكا المقاومة للنار احترقت، بينما برهلاد ضل عايش لأنه الإلهة خلصته. والقصة بتتمحور حول انتصار الخير على الشر. تحتفل بلدان تانية بهالمهرجان مثل موريشيوس، فيجي، غيانا، ترينيداد، توباغو، باكستان والفلبين. مين قال إنه اللون الأبيض من بين أكثر الألوان للتياب يلي بيختارها الناس لهالمناسبة لتبين الألوان عليها؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.